طيب ممكن دلوقتي حد من الساده المشاهدين يكون بيتابعني يقول لي انا سمعت عن المكملات الغذائيه دي وسمعت عن انواع كتيره جدا اللي هي الحاجات اللي بتساعد على يعني قفل الشهيه بمعنى اصح. ايه اللي يميز باستا عن اي حاجه او اي منتج اخر؟ طيب باستا اللي يميزه ان زي ما قلت هو فيه قوتين ثلاثيه، القوه الاولى وهي الالياف وجودتها عاليه. مش بس كده، خلي بالك برضو في بعض الناس يعني هواند الالياف بتعمل لهم مشاكل، بيحسوا بانهم عندهم امساك اكتر، بيتعبوا. ميزه بيستا بقى الرائعه جدا جدا انه الالياف بتاعته، انا بقى عندي بعض العيانين بستخدمها كوسيله لان احنا تحفز الجهاز الهضمي والامعاء، وناس اللي بتعاني من الامساك المزمن والانتفاخات والقولون العصبي، عايز اقول لك ان في ناس بقت بتستخدمه من اجل علاج القولون العصبي. تخيلي، مش بس ان انا بستخدمه كماده مالئه، لا ده بيحسن حركه الامعاء وامتصاص الفايده اللي في الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني مش بس انت بتخسي، دايما الشكوى العامه يا نهاوند ايه؟ انا بخس ماشي على دايت، ابتدى شعري يضعف، ضوافري، بشرتي، بقيت تعبانه وعندي حاله من الاعياء عشان انا باخد سعرات قليله. لا ده انت بتاخدي حاجات بتديكي طاقه عاليه لانه خد الدهون الموجوده في جسمك حولها وقود، فانا زودت الانرجي بتاعتك، فانت بتاخدي منتج بيخسس الانرجي بتاعتك كويسه. بتاخدي فيتامينز، ودي الجزء المكمل معايا في بيستا وهو قلب مالتي فيت فيتامين، ده بتاخديه مع الكورس. ليه؟ عشان كل ما ينقصك من فيتامينز، فيتامين دي، زنك، ماجنيزيوم، بي كومبلكس، بالظبط كل ده، كل بقى ده اللي انت عارفاه، وناس كتير كل واحد بياخد حاجه واحده بس، احنا جمعنا كل ده في قلب مالتي فيت عشان تخسي وفي نفس الوقت كل الفيتامين بتاعتك تكون مظبوطه.